رغم أن النقد يقسم بين فكرتين أو يضع فرقا بين فكرتين، فكرة سيلف ريفيلينج كشف الذات وهذا مطروح، في مدرسة أخرى في الكتابة يقول عليها سيلف إكسبوجر هاتك الذات، أو ما تسميه جليلة رايتر جرأة التعري والافتضاح. هذه مدرسة لا تصلح عربي بالتجربة. هو اختار المسافة في المنتصف أن يكاشف القارئ بلحظات ضعفه قدر لحظات قوته، بلحظات انتكاساته النسبية قدر لحظات انتصاره في أروقة الصحافة أو الإعلام أو هذا المبنى الضخم مسبير. دخول مسبير وصناعة هذا المجد في قطاع كقطاع الإعلام الديني ليس أمرا سهلا. إحنا بنتكلم الآن وإحنا قاعدين على كراسي ونستمتع بالإطلالة، لكن هذه معارك تكلف معارك. برنامج زي الدين والحياة هو بس الأستاذ تمام منتصر متواضع جدت ليتعلم يعني هذه الأدبيات المتواضعة، لكن هو صاحب مدرسة. برنامج كبرنامج الدين والحياة الذي كان يقدم طوال عقد التسعينيات تعلمنا منه الرسالة الإعلامية كيف تقدم إعلاما جيدا. وفي لحظات لما سجل 20 حلقة مع الشيخ محمد الغزالي، هذه 20 حلقة بعض ما قام بتسجيله مسح أو اختفى أو أجز على أشرطته. أي جرح يعني جهد أنت تعبت في الإعداد وتعبت في أنك تختلق وتصل إلى الضيف وتقنعه بأن يتكلم إلى الإعلام وتقدم رسالة دينية مستنيرة، وبعد هذا كله يختفي الجهد كإغماضة العين. أي جرح. فالكتاب ده في صدق شديد مع القارئ. عشان كده أنا بقول إنه أذاب على طريقة الكتاب المسرحيين أسقط الحائط الرابع. في ممثل كده يقول لك أسقط الحائط الرابع، نزل وسط النظارة أو الجمهور ليكلمهم وليكلمهم، هو أسقط الحائط الرابع. طبعا لا يعرف كثيرون أنه ذهب إلى كلية الطب ومكث بها 2 عامين، وبعدين وجد ان الفورمالين وجثث الموتى والتشريح مش ده الجو بتاعه، ودون ان تدري الاسره نقل الى كليه اللغه العربيه قسم الصحافه والاعلام، ولم تفطن الاسره الا بعد ان وصلتهم صورته في الجريده ضمن الاوائل او المتفوقين. صحافه واعلام، امال انت كنت بتدرس ايه السنوات الماضيه؟ وقال ان امه اخذت الطين واخذت ترميه على راسه، سبت الطب ورحت للصحافه والاعلام وما قلتلناش. هذه كلها معارك. هو بدا يبرز هذه المساله، والسيره الذاتيه دي يقولوا عليها في النقد اللينير خطيه. يبدا لك من الطفوله، حفظ القران في الكتاب، وحفظ القران وهو في 8.5 من عمره. كل ده موجود في الكتاب. يطلع معاك لغايه مراحل الدراسه في الازهر، التخرج، الالتحاق بعالم الصحافه، دخول مسبير، وانهاها بما قبل 25 يناير، بحيث انه يعمل تحضير ذهني للقارئ ان الكتاب القادم سياخذ هذه الفتره من 2013 و2014 فصاعدا. هل ستخذل شجاعته؟ انا اعتقد في حال اتهام منتصر لا، هو يقول ما في كلمته أو ما في جعبته أو ما في حاضنتي وضميري ويمضي، لا يعني. اختار خيار اللغة الوسطى، يعني كلمك بالعامية أحيانا. وطبعا كلنا يعرف أن تهامي منتصر يجيب العربية نطقا وتعبيرا وأسلوبا، لكن نختار أن يكتب بالعامية أحيانا. عارفين زي يوسف إدريس لما عمل مجموعته القصصية أرخص ليالي، فعمال المطبعة حذفوا له الياء، قالوا لا هي المفروض أرخص ليالي، فراح مرجعها للمطبعة اللي أنا عاوزها كده، أنا عاوزها أرخص ليالي، أنا عاوز العصير الشعبي اللي في الموضوع. فهنا مثلا اتكلم بما أسميه خيار اللغة الوسطى، وده اختيار استراتيجي لتهامي المنتصر، لانه يستطيع ان يكتب بالفصحى.
زي ما كنا بنقرأ له مقالات في الوفد أو في الدوريات. لكن هنا اختار في المناطق الدرامية المهمة اللغة الوسطى. فرحت حش للمعيز. طب ما يقول فرحت حش للمعيز يستطيع أن يوجد لها بدائل فصيحة. لا، هو عاوزها كده بالعصير الشعبي تشتم فيها رائحة الريف وأجواء الريف وأنس الريف والعلاقات الريفية البريئة النقية. فمهم أوي أن نختار خيار اللغة الوسطى. في أشار للحظات مهمة في تاريخ مصر لما يشير إلى تحول الكتاب إلى حضارة. هذه لحظة رأسمالية، وعاوز يقول لك إن في تحولات اقتصادية أتت على الأشياء النبيلة داخلنا، منها التحولات السبعينية، سياسات الانفتاح الأهول الذي قضى على القيم الاجتماعية أو تغول عليها. تحول الكتاب إلى حضانة، هنا تغول لقيم الرأسمالية. يتحدث بالتياع وحزن عن القطن المصري. أين الأقطان المصرية؟ إحنا ونحن صغار كانت رقابنا تطاول السحاب ونحن نقول القطن المصري طويل التيلة الذي تشتريه أمريكا. هو بيطرح سؤالا عن القطن، وما وراء القطن؟ ما وراء الأقطان؟ أين مصر التي كانت؟ أين سقوف الريادة؟ أين وأين؟ هو هنا يقول شهادة، وعشان كده في عنوان ضمني الشهادة لله. ده من ضمن العنوان الذي وضعه مولانا في بلاط صاحبة الجلالة، الشهادة لله. معنى هذا أنه يطلق شهادة للأجيال الجديدة. هذه هي مصر التي رأيتها دون مكياج، دون أصباغ ولا مساحيق.